صدى الإعلام سفيان بولعيد. مستمعينا الكرام، مرحبا بكم في حلقة هذا اليوم من برنامج صدى الإعلام. موضوع ديالنا هاد النهار غادي يكون حول مصدر القانون ووسائل الإعلام بالكلية متعددة التخصصات بتطوانة. غادي نتكلموا حول هدف من إنشاء هذا المصدر، كما سنتساءل عن أسباب اللي دفعت المشرفين على هذا المصدر في مزج القانون بالإعلام. هل بسبب العلاقة الوثيقة بين الأمرين، أم أن الطفرة اللي كعرفها القطاع الإعلامي في بلادنا من الناحية القانونية كانت هي الدافع الأساسية، أم أن بعض القضايا اللي كان طرف فيها الصحفيين كانت الدافع الأقوى؟ كما سنتعرف لماذا تم اختيار مدينة تطوان لإنشاء هذا المصدر، كما سنقربكم مستمعي الكرام أكثر عن الأطر اللي سهرت من أجل إخراج هذا المسلك للوجودة، وعن الشروط اللي وضعوها من أجل قبول الولوجة لهذا المصدر خصوصا وأن الإقبال كان فوق الانتظارات. أسئلة وغيرها سنطرحها على منسق هذا المصدر الدكتور كمال مرسلي، ولكن بعد هذا الفاصل. صدى الإعلام سفيان بولعيد. نجدد بكم مستمعينا الكرام الترحاب في حلقة هذا المساء من برنامج صدى الإعلام. كما ذكرنا قبل الفاصل، حديدنا النار غادي يكون حول المصدر اللي تم إحداثه مؤخرا بتطوان حول القانون ووسائل الإعلام، وضيفي الأستاذ الجامعي كمال مرسلي منسق مصدر القانون ووسائل الإعلام. صدى الإعلام سفيان بولعيد. أستاذ، انت منسق ديال مصدر القانون ووسائل الاعلام، وهذا المصدر كيتعتبر هو الاول من نوعه على مستوى الجامعه المغربيه، علاش اخترتم هذا المسلك بالضبط استاذ؟ وهل بسبب العلاقه الوثيقه بين القانون والاعلام من ناحيه، ام ان الطفره اللي كيعرفها الاعلام والصحافه في المغرب من ناحيه القوانين المنظمه جعلتكم تفكروا في ضروره مواكبه التطور من ناحيه الاكاديميه، ام انه كاين اسباب اخرى استاذ؟ بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا جزيلا اولا الاخ، وشكرا على هذه الاذاعه بحق المجتهده اللي كتنبش في المواضيع الهامه الهادفه، ويعني المواضيع اللي تفقي فيها بالدرجه الاولى. اللي دفعنا لهذا التفكير في هذا التكوين هو بحق كل هالاسئله اللي سولتي. اولا كاين الملاحظه ديال يعني النقص الكبير اللي كيعانيه الممارسين في هذا الإطار ديال الصحافة، بالإضافة كذلك إلى أن المغرب كما يعلم الجميع راه قطع خطوات كبيرة وجبارة في إطار إصلاح منظومته القانونية، وكنعرفوا أن إصلاح المنظومة أو تطوير المنظومة القانونية أو تطوير الترسانة القانونية راه كيبقى قاصر وكيبقى يعني ضعيف إلى معرفش يعني تطور على مستوى الترسانة القانونية متعلقة بالمجال الإعلامي والصحفي بصفة عامة. لاحظنا ان كاين هناك قصور كبير ونقص كبير، خاصه في البرامج يعني اللي كتكون متخصصه بزاف، مثلا بحال البرامج السياسيه. لاحظنا على ان مواكبتنا يعني اللي ما عرفوا المغرب من تطورات، خاصه في المنعطف التاريخي اللي داز منه اللي هو ديال الربيع العربي واللي ينتج عليه يعني ميلاد دستور جديد ديال 2011 وميلاد يعني واحد مجموعه من 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 القوانين اللي في حقها سابقه الوقت ديالها. لاحظنا ان ما كانش هناك مواكبه اعلاميه متخصصه، واقصد هنا الجانب السياسي، اي ان كان هناك واحد الارتجال كان بان على ان هناك واحد الضعف كبير ديال الاخوه الممارسين في هذا الاطار، الشيء اللي دفعنا الى التفكير يعني في ايجاد هاد العلاقه ما بين ما هو قانوني وما بين ما هو يعني إعلامي. إضافة إلى ذلك كين هناك نقص أدى إلى مجموعة من يعني المشاكل ما بين الإخوة الممارسين وما بين القضاء، الشيء اللي خلينا كذلك نفكر في صحيح هاد المفاهيم وإعطاء التكوين يعني ربما يكون أدق للإخوة، ويعرفوا أنهم كيتعاملوا ماشي فقط مع متلقي واحد وإنما مع مجموعة من المتلقين كتختلف التكوينات ديالهم، كتختلف الأهداف، وبالتالي كيختلف الوقع ديال داك الفعل الصحفي، وبالتالي كيخص أخذ بعين الاعتبار كل هاد المكونات. إضافة إلى أن لاحظنا أن الإعلام المغربي في حقه خصو يدوز إلى مرحلة، يقطع مع مرحلة ويدوز إلى مرحلة أخرى يصبح فيها يعني الصحفي، إضافة إلى كونه ممارس خصو يولي متخصص، وخصو يولي تقني بالدرجة الثانية، وخصو يولي إلى طرح السؤال خاص السؤال تكون في طياته كل الأجوبة اللي مفروض أنها تكون راهنية. فهذا هو اللي كيفسر لماذا أن المكونات ديال هاد التكوين ديالنا فيها ما هو قانوني وفيها ما هو تقني وفيها ما هو ممارسة بحتة، وشي اللي خلينا نلجأ طبعا إلى مجموعة من الإخوة سواء أساتذة محترفين أو ممارسين صحفيين. يعني أن الفريق البيضاغوجي ديال التكوين
هو مختلف بشكل يعني كيجاوب لهذه المكونات كاملة، أي الشق القانوني والشق التقني والشق الممارسة. أكيد أستاذ، من أجل تثبيت هذه التجربة وإخراجها الوجود صدفتكم إكراهات كثيرة للوصول لنقطة البداية، فهي ليست بالتجربة السهلة خصوصا وأنها الأولى. أكيد. نعم، وحنا كنعرفوا أن التجربة الأولى كتكون دائما هي الأصعب. ممكن أستاذ أنك تطلعنا على بعض الصعوبات اللي واجهتكم في إخراج هذا المصدر الوجود أستاذ؟ صراحة هذا سؤال حقيقة يعني أي قاضى مجموعة من المسائل يعني أتمنى أن أنساها. نعم. لأن إكراهات ماشي غير متعددة فقط، بل شغل نقول لك يا أخي، منها ما هو معنوي، منها ما هو تقني، منها ما هو بشري. حقا حدث التجربة كما قلتي، حدث التجربة ونوعيتها ويعني كونها فريدة من نوعها خلات أن الإقبال يكون كبير وكبير جدا، لأن الرقم اللي وضع الملف دياله ديال الطلبة ديال المرشحين فاق كل التوقعات، وصلنا إلى حدود 1000 ملف. الشيء اللي خلنا نعتمد معايير، أولا كانت اعتمدت الجامعة وبالتالي الوزارة، فاعتمدنا معايير أقصت مجموعة من المرشحين، أصبحنا بالنسبة لهم واحد يعني واحد العدو. لماذا أقصيتني؟ يجب أن تجيب عن السؤال، وانت ماشي انت اللي قصيتي ولكن قصته مجموعة من المعطيات. كذلك مجموعة من الإكراهات التقنية، فتركيبة التكوين خلتنا لابد من اللجوء للاختصاص في الإطار، يعني سواء أساتذة أو ممارسين أو شي حاجة من القبيل، وخلتنا يعني نبذل واحد المجهود كبير جدا، أقول مجهود كبير جدا، الله اللي عالم به. إضافة إلى الإكراه البشري كذلك، يعني سواء بالنسبة للمكون أو المكون، بالنسبة للمكون اللي هو الأستاذ كان خصنا لابد من يعني من حطوه في إطار ديال هاد الأهداف ديال هاد التكوين. وأما المكون اللي هو الطالب فهذه صعوبة أكبر، لأن المكون اللي هو الطالب جانا من مشارب مختلفة، كاين طلبات القانون العام، طلبات القانون الخاص، طلبات التكوين ديال الصحافة، طلبة ديال يعني فتحنا يعني المجال لمجموعة من الطلبة، وبالتالي التكوين ديالهم كان خص لابد من أن تدرس باش يمكن لك تحطهم في الإطار ديال الأهداف انت اللي. ولكن الحمد لله التجربة خوضناها وحنا مسلحون بتعاون الجميع، أقصد يعني إداريين وأساتذة، وهنا الإداريين لابد أن أقف المجهود الكبير والجبار اللي قام به السيد العميد والنائب دياله أستاذ راشد والأستاذ السكاكي، ولابد كذلك من أن أشكر الطاقم الأساتذة اللي يعني مدوا يد المساعدة بشكل كبير، وأخص بالذكر هنا زملاء أبو لاس والشواي وأستاذ خالد بن جدي والأستاذ الدرداري والأستاذ توفيق السعيد، يعني بلا ما ننسى أسماء أخرى. فيعني هنا هاد التعاون أثمر، يعني هاد العمل اللي كنتمنى شخصيا أنني بذلت واحد مجهود كبير بزاف، أتمنى أن أجني ثماره بالشكل الذي أرغب فيه صراحة. يعني نعم أستاذ، ما كتشوفش بأن وجود هذا المصدر في مدينة تطوان واحد التحدي بالنسبة لكم، خصوصا أنه بعيد عن دار البيضاء ورباط؟ وحنا كنعرفوا أن الغالبية ديال المعاهد اللي كتهتم بالصحافة أنها موجودة فقط في مركز الرباط وكذا، أنكم ابتعدتوا وجيتوا لتطوان، ما كتشوفش أن هذا تحدي وإكراه آخر بالنسبة لكم؟ وهذا في الحق هو عودة للأصل، لأن ولو أنني أنا الأصل من مدينة الدار البيضاء، ولكن أنا خصنا نعترف على أن مدينة تطوان راه سباقة في المجال الإعلامي المغربي شاء من شاء وكره من كره. مدينة تطوان عندها واحد التاريخ وواحد الرصيد إعلامي محترم جدا، يعني لابد من أن نعترف بهذا. هذا أولا. ثانيا، هذا ما كانش خيار يعني جغرافي بقدر ما مملاته مجموعة من الظروف. فصدقني يا أخي، أنا عندي تجربة يعني في التدريس سواء في مدينة الدار البيضاء أو سقط أو شمال أو مدن أخرى، ولكن لاحظت على أن الميول الإعلامية ديال هذه المنطقة هي كبيرة وكبيرة بزاف. أتمنى يعني أن الإخوان، إحنا ما عندناش فقط طلبة من تطوان للإشارة في هذا التكوين، فكاين طلبة من الصحراء المغربية العزيزة، طلبة من الدار البيضاء، طلبة من فاس، من أكادير، من مكناس، من جميع المدن المغربيه بدون استثناء. يعني التكوين الثلث ديالو طلبه خارج مدينه تطوان، ولكن يعني لصراحه وللتاريخ فقط، فطلبه تطوان انا اعتبرهم يعني طلبه ميالين بشكل يعني ملحوظ الى ما هو اعلامي والى ما هو صحفي. مستمعنا الكرام، فاصل ثم نواصل. استاذ الاعلام سفيان بولعيد،
أرحب بكم من جديد مستمعنا الكرام في برنامج صدى الإعلام، وأعود إليك ضيف الأستاذ الجامعي كمال مرسلي منسق مص القانون ووسائل الإعلام. أستاذ، الشروط اللي وضعتها في قبول هذا المصدر، يعني كنشوف أنك وضعت أنه يكون مجاز في القانون أو في الإعلام، واش كتشوف هذه التركيبة هي اللي بغيتها أنكم يكون فقط قانون وإعلام من أجل الوصول للهدف ديالكم هو القانون ووسائل الإعلام، أم أن ممكن أنكم تفتحوا المجال الباقي تشعبات الأخرى للناس اللي باغين أنهم يهتموا بهذا الميدان؟ احنا ما عندناش مشكل نفتحوا للناس اخرين، انا شخصيا ما عنديش مشكل. انا ربطت القانون بالاعلام وفتحته لهذا التكوين، هذا التخصصات فقط غير كتجربه كبدايه، ولكن يعني عندنا النيه، اقول عندنا النيه ان شاء الله نفتحوا الباقي التكوينات، خاصه ان مثلا انا عندي شخصيا واحد الاجازه مهنيه الصحافة، وكنقبل فيها الناس ديال علم الاجتماع والناس ديال الاداب والناس ديال الاقتصاد والناس ديال الادب العربي والناس هذا، وفتبدات التجربه لانهم يعني في مستوى كبير، حيت كيف ما كتعرفوا الاخ وانتم كممارس وغتكونوا ادرى بهادشي اللي كنقول. فالصحفي راه ماشي صحفي بالتكوين بقدر ما هو صحفي بالفطره وصحفي بالميول وصحفي بمجموعه الاشياء كتسبق التكوين، وبالتالي ما يمكنناش نسدوا الباب امام الاخوه. فيعني عندنا النيه ونتمنوا ان التجربه في البدايه تنجح، ونتمنوا على الله ان نفتحوا الباب للجميع ونكون عند حسن الظن للجميع. نعم استاذ، بديتوا بالطلبه ديال اللي عندهم خلفيه حقوقيه وايضا اللي عندهم خلفيه صحفيه، بالاضافه لبعض الاعلاميين المتمرسين في الاعلام للمكتوب ولا السمعي. في نظرك استاذ، واش هذه المزوجه غادي تنعكس بالايجاب على هذا المصدر في الدفعه ديالو الاولى؟ هذا بالتاكيد، واللي كيفرحنا اكثر هو ان احنا دابا قطعنا دوره اولى في التكوين، فانا شخصيا شددت على ان العمل يكون داخل في مجموعات يقودها ممارس، وعندنا مجموعه من الممارسين الاخوان، ممارسين سواء من الاذاعه عندكم كابراديو او من المكتوب او من المسموع او هذا، باش يسهلوا. وصدقني هذه التجربه البسيطه، يعني قياده ممارس لمجموعه من الاخوه سواء تكوينهم قل عام او خاص او كذا، فعطات الثمار ديالها على مستوى العروض اللي وصلنا لواحد يعني بواحد كنقول لواحد المستوى يعني نوعي، واحد المستوى غير مسبوق، اهلنا اننا كنفكروا في نشر هذه العروض ولتعميم الافاده. واقول ان شخصيا لم اخطئ ولم تخطئ فراستي عندما اشركت الممارسين والمهنيين في هذا التكوين، فالنتيجه كانت يعني بالنسبه لي انا اكثر من مقنعه. نعم، ما دمنا كنتحدثوا استاذ على النوعيه ديال الطلبه المتمدرسين في هذا المصدر، واش كتشوف ان الغالبيه ديال الطلبه يعني اللي متمرسين في الميدان الاعلامي وبغاو خبره اخرى، خصوصا ربط القانون بالاعلام؟ وانت ذكرتي استاذ في البدايه ان من بين الامور اللي جعلتكم انكم تقوموا بانشاء هذا المصدر هو بعض القضايا اللي وقعوا فيها مجموعه من الصحفيين، بالرغم انهم كانوا متمرسين ولكن كاين بعض الاخطاء القانونيه. يعني كتشوف ان الغالبيه كانت الصحفيين وبغوا أنهم يكتسبوا هذه الخبرة القانونية، أم أن فقط هناك أناس عندهم واحد خلفية أخرى وبغوا أنهم يتجهوا لهذا الميدان عن طريق التدريس وعن طريق التعلم وعن طريق دخول هذا الميدان أكاديميا؟ لا، أنا مفحق هما الجوابين معا يعني صحح، لأن ولا أرى في ذلك يعني عيب أن إنسان يجي يتكون لأنه خايف أنه يطيح في نفس المشاكل، هذا ماشي عيب، ولكن يتكون باش يوصل عاوتاني الأهداف هذا ماشي عيب، ولكن اللي كيهمني انا بالدرجه الاولى اني نوصل للهدف ديالي، ان الممارس يولي واعي اكثر يعني بشنو اللي مطلوب منه قانونيا، شنو مطلوب منه، لان انا تنقول الاخ ودائما هذه كان وانا كنشارك في مجموعه من الحوارات المتلفزه او الاذاعيه او المكتوبه، او لاحظت على ان الصحفي دائما ملي كيجي كيطرح السؤال كتخيب عليه مجموعه من المعطيات حاولت انا تداركها في التكوين، كتخيب عليه، راه في سؤاله كيبان لك النقص ولو انه ممارس ولو انه كبير، ولكن كيبان لك على انه فالت عليه مجموعه من الامور، وهذا هو اللي الا طلعتي شويه على يعني على التركيبه ديال التكوين غادي يبان لك على ان كاين عندنا مثلا، نعطيك مثال، يعني القانون الدولي والاعلام، التاثير ديال القانون الدولي مثلا على قضايا كبيره منها من قضيه الصحراء المغربيه. ففي الاشاره مثلا الاخيره ديال جلاله الملك في خطابه الاخير المتعلق في ذكرى المسيره الخضراء اشار الى هذا الضعف بشكل من الاشكال، لان يعني قال على ان الصحفيين راه عندهم دور اخر، ما بقاش فقط دور عن دور صحيح، دور دبلوماسي
دور دبلوماسي ودور الهجوم. فما كيمكنش يبقى دابا صحفي كيجهل القانون الدولي وبالتالي غتطلب منه انه يعني يتكلم في قضيه ذات طابع دولي اللي هي قضيه الصحراء المغربيه. فما هذه عطيتك مثال والامثله كثيره. يعني عندنا حنايا انا حاولت ما امكن نمشي لهذ النقط, يعني نمشي لدي زوبجيكتيف اللي هما واضحين ونمشي لهم يعني بشكل دقيق باش نحقق هذا الهدف فقط, اللي هو ان الصحفي ملي بغى يطرح السؤال يكون خيط بعين الاعتبار جميع المعطيات سواء داخليه او الخارجيه, الوطنيه او الدوليه, الظرفيه او يعني الدائمه, وكذلك ياخذ بعين الاعتبار السيد اللي كيتسائل معاه واش هو في مستوى انه يتلقى السؤال ويعرف يجبد منه الجواب. هذه هي الاهداف ديالي بصراحه. نعم, هذا المصدر هو تحت عنوان القانون ووسائل الإعلام. هناك تطرح واحد السؤال, هل الصحافة النصيب الأكبر في هذا المسلك من خلال المادة العلمية التي تدرس أم أن الجانب القانوني يغلب على هذا المصدر؟ لا, حاولنا الصراحة أننا نمشيو يعني على قدم المساواة ما بين ما هو قانوني وما هو صحفي. فواخا غلب عندنا شوية ما هو صحفي نوعا ما صراحة هي اللي أقولها, ولكن مع ذلك حاولنا أننا نكونوا نديروا المناصفة ونكونوا يعني هذا. ولكن صراحة كاين ميل نوعا ما خاصة الدورة الثانية والثالثة للتكوين لما هو صحفي أكثر من ما هو قانوني, ولكن دائما في إطار ما هو قانوني. بحال مثلا ملي كيكون مادة اسمها مثلا ميثاق ديال الصحافة, هذا يعني كيبين على أن ولو أنه يعني 100% صحفي ولكن راه في قالب قانوني الهدف منه هو يعني زيادة في تكوين الممارس. نعم, على ذكر أستاذ مشروع جديد للصحافة كيتم حاليا وضع اللمسات الأخيرة على هذا المشروع, هناك قوانين أخرى كتخص السمعي البصري, في نظرك أستاذ واش ممكن لهذا القانون أنه يساعد في وضع مناخ صحي وسليم لمشهد إعلامي مغربي حر ومتنوع قادر على تقديم منتوج كيحترم المتلقي المغربي؟ وغير لما بغاش لأن الظرفية ما كتسمح إلا بهذا الشيء, وهذا الشيء اللي مطلوب الآن. وحنا كنشوفوا التجارب ديال الدول أخرى اللي ما احترمتش هذا الكلام وهذا المعايير فين وصلت. لأن الإعلام صافي فقط الإعلام خصو توفر فيه الشروط ثلاثة للإعلام اللي هي الحياد, اللي هي الاستقلالية, واللي أنه يكون يعني يكون كيمشي للهدف دياله, يكون عنده هدف ما يكونش تابع لجهة من الجهات. فراه ما يمكنش, راه ما بقاتش كتسمح الظروف سواء الداخلية أو الخارجية سواء الظروف الطرفية أو الدائمة أو شيء بعد القبل, ما بقاتش كتسمح إلا بإعلام مسؤول هادف كيعري الحقائق كيوصل الحقائق. فالمغرب كما قلت لك أنا في البداية راه قطع أشواط, فإلا جا هذا المشروع أو هذا الميثاق وما جاوش على هاد يعني هاد الانتظارات وهاد الإكراهات, فغادي نكونوا في حقا كنرتكبوا واحد الخطأ تاريخي سيصعب تداركه فيما بعد. أقول سيصعب تداركه فيما بعد. هذا طبعا إذا أخذنا بعين الاعتبار يعني الجهود كلها اللي مبذولة. فتنظن أنا شخصيا أن الميثاق راه يعني خطوة راه لا بد أن تليها خطوات يعني يكون يشارك فيها الجميع, وأخص بالذكر هنا الجانب الإعلامي. الناس الممارسين بحالكم فكيخصهم يواكبوا من جهة وخصهم يوقفوا على الأمور ديالهم, لأن راه ما أشوف الحق كيتخاد وما كيتعطاش. كاين أستاذ لك يقول بأن الصحافة لا تدرس وهذه أصبحت متداولة عند الكثير من كيمارسوا الإعلام, وكيقول لك لا خصها تكون صحفي مهني, يعني خصها تكون متمرس في الواقع, هذه الصحافة. شنو ممكن أستاذ تقول كلمة اللي عندهم بحال هذه النظريات؟ وهادو أش غنقول لك الأخ, هادو يعني أنا كيبان لي هادو ناس خارج التاريخ, لأن ما بقاش المجال اليوم لشي حاجة اسمها غير تمرس, غير خروج للسوق, غير نو لا, كون الانسان وجدو عاد خرجو. ملي غتخرجو التجربه زائد التكوين غيعطيك النجاح بشيء اكيد. حنا كنلاحظوا مثلا لماذا ما كاين ضعف مثلا في المجال الرياضي المغربي مثلا ويعني وقطاعات اخرى, شنو اسباب الضعف ديالها؟ كتبقى يا اما ممارس غير مكون واما مكون غير ممارس. فما يمكنش لا بد من الرجلين معا, لأن المشي على الرجل واحدة أثبت أنه فاشل بكل المعايير. كسؤال أخير دكتور, مرت بضع شهور على تجربة هذا المصدر, شنو التقييم ديالك لحد الآن وشنو انتظارات ديالك في المستقبل القريب والبعيد لهذا المسلك؟
شخصيا كما قلت لك في البداية، أنا يعني جد مرتاح من النتائج الأولية، لأن الآن كما قلت لك كنشتغل في شكل مجموعات صغيرة من 4-3-5 ديال الطلبة بقيادة ممارس صحفي ومهني، وكذلك بقيادة كيكون واحد قانوني. فلحد الآن أنا وصلت لواحد المجموعة من النتائج اللي هي إيجابية، وإيجابية بزاف. اللي زاد فرحني أكثر هو أن يعني طلبة بنفسهم، سواء الطلبة سواء السجد اللي كيشتغلوا معهم، يعني عبروا على الارتياح ديالهم من التكوين، خصوصا أن حضرنا يعني ندوات وعبروا على المستوى وكعب العالي عندهم في هذا الإطار، وده شيء مفرح. اللي كنتظروا ماشي هو هذا فقط، اللي كنتظروا أن يولي إشعاع وطني عند هذا الباستر هذا، واللي يرغب الجميع سواء الممارسين أو غير الممارسين في الدخول والولوج ليه، ولما لا نوسعوا الدائرة إلى ناس أخرين، وحنا راهن الإشارة ديال الجميع. أستاذ الجامعة والدكتور كمال مرسلي، منسق مصر القانون ووسائل الإعلام، كنشكرك جزيل الشكر أستاذ. أهلا وسهلا. صدى الإعلام سفيان بولعيد. إلى هنا مستمعنا الكرام نأتي إلى نهاية حلقة هذا اليوم من برنامج صدى الإعلام، هذا سفيان بولعيد يحييكم، إلى اللقاء. صدى الإعلام سفيان بولعيد.